جديدة وياكم مطبخنا هنتعب أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة. ساعة شهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم المتجدد يوميا على قناتكم الجميلة. النهاردة بداية يوم جميل، وإن شاء الله هيكون يوم كله مش عارف كله النهاردة من الملوخية، نعمل طاجن لشوربة الأرانب ونشوف هتتعمل إزاي. ولكن عشان الوقت ما يمرش سريعا من بايدينا، ننزل بمقادير طاجن الأرانب ونرجع مع بعض ندردش في حلقتنا الجميلة النهاردة. وشوفكم الجميل ابن النيل. مقادير طاجن الأرانب عبارة عن ايه؟ هنعمله النهاردة بطريقة مميزة وبسيطة وسهلة، فيها حاجات جديدة وفيها حاجات حلوة كتير هتعجبكم، نشوف الدنيا فيها ايه. اولا الأرانب غنية جدا بالبروتين، تمام؟ دي اول حاجة في الأرانب. الأرانب العظم بتاعها قليل جدا. طيب نقول نرجع ندردش مقادير نزلت امام حضرتك. عندنا بصل، عندنا ثوم، عندنا طماطم، عندنا جنزبيل فريش، عندنا كركم، عندنا فلفل اخضر، عندنا ملح، عندنا كمون، عندنا خضار مشكل، والماده الدهنيه بتاعتنا الزيت اللي معانا الجميل، تمام؟ وادي المقادير لسه موضحها امام حضراتكم. الارانب نظامه ايه يا جماعه؟ الارانب من اللحوم البيضاء الجميله جدا وغنيه جدا بروتينات، تحتوي على 20% من اللحم و4% فقط من الدهون. لحمها كتير وعظمها قليل، تمام؟ وبتساعد على التخسيس وبتساعد على انقاص الوزن، يعني للجماعه اللي عندهم منها هي بتكافح منها. ففي لحمه اهو الارنب زي ما انتم شايفين جايبينه ومزينينه كده، وايه وبنقول له استعد عشان هتتدي دلوقتي، تمام؟ ماشي، نشوف احنا هنعمل ايه وهنبدا ازاي يا جماعه مع بعض كده. نوقف نفسنا هنعمل اول حاجه، انا اكون محضر النار ومسخن النار معايا، واجيب طاسه كبيره كده عشان نشتغل وتبقى دنيتنا حلوه وزي الفل. اهي الطاسه بتاعتنا الجميله اللي متعودين عليها، وادي الماده الجميله بتاعتنا، تمام تمام. استنى بس كده ايه يسخن، تسخن الدنيا معايا قبل ما الزيت يسخن. انا عندي مقطع سلايز بطاطس اللي هو الخضار المشكل بتاع الطاجن بتاعي الجميل، هيكون فيه جزر، في كوسه، هيكون فيه بطاطس، وهيكون فيه فلفل رومي وجنزبيل فريش، تمام؟ ولو انت ما عندكيش مثلا بطاطس هنحط كوسه تمشي وجزر، او بطاطس يمشي طماطم وكوسه، او طماطم وجزر، او طماطم وبطاطس. اصل ضرر عندك يا ست. نبدا ونقول بسم الله، نقطع الطماطم اهو كده شرايح كده ونركنها كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه يا ست كل. وبنقول معاكم ومع أسرة عشهية الدنيا زي الفل. نتفاعل يا جماعة وش مسابقتنا الجميلة فائز برحلة عمرة، تمام؟ الله السؤال يبدأ ينزل من بكرة، وبكرة هكون معاكم أنا وشيفنا الشيف حمادة الشرقاوي، هو كان مفترض يبقى معايا النهاردة لكن اعتذر لظروف، تمام؟ هنكون مع بعض الله ونحضر سؤال كده جميل، والسحب إن شاء الله على جائزة العمرة هيكون كشر يوم. عايزين نستعد، أنا الطماطم عندي قطعتها، البصل بنفس الطريقة اهو، تمام كده اهو، واحد تمام كده. المادة الدهنية اول حاجة بتنزل في المادة الدهنية البصل، ماشي يا ست الكل؟ ماشي يا ست الكل. ليه بقى؟ لان البصل بياخد سوى اكتر وتشويح اكتر من اي حاجة على النار اهو، ودي بدايتنا يا ست الكل. وخليكي معايا واحدة واحدة عشان تشوفي هنعمل ايه في الارنب النهارده اهو، تمام كده مع بعض واحده واحده اهو. ادي البصل معانا، المادة الدهنية عندي سخنت، نبدا نشوح كده. ادي البصل بتاعنا الجميل، ماشي يا حبيبي تمام. الحاله دي فيها ايه؟ فيها الاستوك اللي انا مجهزه اللي هنعمل منه استوك الرز والشوربه بتاع الشعريه، نعمل منه الفايت بتاعتنا. انا كده خلاص غلى معايا، اركنه كده حطيت فوق ايه لما يجي وقته، تمام كده. نبدا هنا نغير، نعلي النار، نارنا الجميله كده اهو شايفين. انا هكون محضر طاسه تانية برضو لست الكل عشان نكسب، وحط فيها برضو ماده دهنيه عشان نشوح فيها الارنب بالبهارات بتاعتنا الجميله اهو، تمام. واحسن حاجه يا جماعه في لحم الارنب
ان هو بيمتاز ان الدهون بتاعته قليله، فبيحتوي على 4% فقط من الدهون، تمام، و 20% من البروتين، تمام، وذو قيمه غذائيه عاليه لدرجه ان الارنبه الواحده بتساوي 2 دجاجة، 2 فرخة، يعني بروتين الأرنبة الواحدة بيساوي ما يعادل 2 دجاجة اهو. تمام كده بدأنا ايه مع بعض كده، حطينا البصل، ناخد بقى هنا الفلفل، ماشي الفلفل اهو، وسنة جنزبيل فرش. ده يا جماعة جنزبيل فرش، شوف الليمونة جريت ازاي يا بنت اللذينة، اهو شايفين اهو، ده جنزبيل فرش معانا كده اهو، تمام تمام اهو كده. حطينا ايه المادة الدهنية، سخنت معانا المادة الدهنية التانية بتسخن، حطينا البصل، حطينا الفلفل، ده كله ياخد معايا ايه شويحة كده مع الجيل اهو. تمام عندي ايه بقى نبدأ بيها، معانا وقت، تمام كده كويس جميل، انتوا شايفين اهو كده فيها قلبة برضو، تمام. استنى بقى ونحط الارنب بتاعنا، تمام دنيتنا حلوة كل اهي مع بعض كده، معايا الطماطم اهي اركنها هنا لما يجي دورها ويجي وقتها اهو. شوفوا ريحة الجنزبيل طلعت عاملة ازاي، الجنزبيل الفريش الممتاز، امسح كده تمام، اظبط الدنيا بتاعتي عشان نشتغل ارنب اهو. انا كده مجهز الارنب بتاع الجميل، اقول له تعالى يا حلو يا حلو، انت يا حلو، بقول لك دنيتك حلوه وزي الفل اهو، تمام زي الفل كده مع بعض. سكينه، هنحتاج سكينه قويه كده عشان نبدا نقطع اهو. ده متنضف يا جماعه، شايف اهو متنضف. اهم شيء في الارنب ان انا افتحه ويعني اغسله جامد بليمون او خل وملح، وفيه اللي بيغسله بدقيق، ولكن اتاكد هنا بين الاوراق انا تماما، الحته دي دي وساخه يا جماعه اهو، تمام زي ما احنا شايفين كده. ابدا اقطع بقى كده كده هنا كده، سيقطعها كام حته كده مع بعض، دي يبقى تقطع دي 2، الوسط 2، تمام اقطع ده اهي، تمام الدنيا معايا ولا ايه؟ قلبنا كده زيت المادة الدهنية دي عشان ما تسخنش جامد معايا، تمام. الجزر عندي بس كده، خد التشويحة، جزر مع الكوسة كده، وكله هيكمل سوا معايا في ايه؟ في الفرن بعد كده اهو. تمام كده دنيتنا حلوه مع بعض كده وزي الفل كده، قطعنا كل كتف على حته، تمام، والظهر بالسلسله قطعناه قطعتين، وده هنقطع مش عارف قطع معايا حلوه كده وزي الفل، تمام. عايز اعمل بقى تيست خفيف كده هيديني ايه، هيديني تكه جميله، شايفين دي توم، ده توم مفروم اهو، واحده كده مع الزيت، معلقه كده جميله كده بسيطه ثوم مفروم، تمام اهو. وادي وراك الارانب معايا، ده التشويحه بتاعتها عشان تاخد ايه سمزه الثوم معايا، تمام اهو، تمام. اعمل بقى التكه بتاعتي كده، عايز اغطي ده كده، اتمرها كده مع بعض واسيبها كده معايا، واروح لدنيتي هنا شوف الدنيا عملت ايه. هنا بقى ادي البهارات بتاعتي على الخضار الجميل بتاعي ده اللي عامل زي الخضار السوتيه المشوي اهو، ده هيبقى طاجن جميل جدا بالهنا والشفا للي ياكل. الطماطم بتاعتي اهي حطيتها في الاخر كده عشان تبقى برونقها الجميل اهو، تمام. البهارات بتاعتي احنا قلنا ايه النهارده، ادي الجبنه بتاعتي نخليها قدامنا، ادي الملح وفلفل وكمون، تمام
ادي الملح الجميل بتاعنا، شوف الدنيا هنا. واحدة واحدة كده، تمام. نكمل بهاراتنا الجميلة، تمام. نركن كده البهارات واروح. شوف هنا الدنيا فيها ايه. وانا دلوقتي يا جماعة جهزت كده على الطاجن، ولكن انا محتاج بعدين ارجع واصل معاكم على خلاص الفرن. فاصل وبعدين نرجع نواصل. اوعى تروح بعيد. ورجعنا بعد الفاصل نشوف ايه حكاية الارنب ابن اللذينه ده. اهو شايفين انا كده اديته ايه الماده الدهنيه وبدات اشوح فيه مع ايه التست بتاعنا بقى السنز العالي اللي هو ايه بقى التوم. ايوه كده التوم، تمام كده الدنيا حلوه زي الفل اهو، تمام زي ما انتم شايفين كده اهو ده التست بتاعنا الجميل، تمام. واحنا مع بعض هنا خضار الستيه اللي احنا قلنا عليه اهو، طاجن الخضار المشكل قلنا هنعمل ايه اهو شايفين، هي الدنيا حلوه كده وزي الفل. خلاص قرب يعني يعتبر ايه خد كده نص سوا معانا، مع حطينا البصل، حطينا الثوم، حطينا الجنزبيل الفريش، حطينا البهارات، حطينا الجزر، حطينا البطاطس، الطماطم. نجيب بقى الطاجن بتاع الجيل الحلو اللذيذ. هو ده الطاجن بتاعنا، تمام كده. اوسع كده الدنيا نشوف هنعمل ايه مع بعض اهو، تمام ماشي يا جماعه اهو. ادي الارنب مع بعض كده واحدة واحدة، هناخد ده كده اهو كده اهو، شايفين الشكل الجمالي بجد ما شاء الله، يعني حاجة حلوة وزي الفل. ماشي ماشي يا زي الفل اهو، شايفين على الارنب الجميل بتاعنا. خليني كده معاه واحدة واحدة لحد ما ياخد ايه التست بتاعي العالي الجميل اهو. هو طبعا ايه الارنب ما بياخدش سوا كتير، واحنا مع بعض كده نبدا نرص ايه في الطاجن الجميل بتاعنا. ناخد كده واحده واحده نقرب هنا، تمام. خد التشويحه والتست بتاعه الجميل بالثوم اهو، تمام. نرص كده مع بعض ماشي. معانا ان مخيب تاني، ومعانا رز تدافط، وبعدين نشوف هتعمل ايه كده، تمام. الدنيا حلوه وزي الفل ماشي. انا عندي هاخد برضو التست اللي انا همتاز العالي اللي هي ايه سنه التوم، تمام. التوم ده يعني مهم جدا، انا يعني لما باجي اعمل ارنب دايما ادخل معاه التوم، لان الارنب صديق للملوخ دائم، والملوخ الايه الطماطم كده صديقه التوم، تمام اهو. وادي الفلفل اللي كنا مقرمشين بيه في الطاجن بتاعنا ده اهو كده، وادي حبه الجزر بتاعتنا الجميله. ودلوقتي هندخل الطاجن ده للفرن، تمام. وبعدين نطلع لفاصل وبعدين نرجع نواصل اهو. الطاجن كده الفرن بتاعي شغال، نروح مع بعض كده الى الفرن اهو، شايفين تمام يا جماعه كده دنيتنا حلوه زي الفل اهي. ورجعنا بعد الفاصل نشوف ايه الاكلات الجميله تاني اللي عندنا. النهارده قلنا برضو يوم الارنب، فبرضو هنعمل ارنب. هنعمل ارنب ازاي؟ هنعمل ارنب طبعا يا جماعه، طالما في ارنب يبقى لازم يكون في ملوخيه، لازم يكون في ملوخيه. طبعا الملوخيه صديقه الارنب، والارنب صديق الملوخيه. الملوخيه حتى يا جماعه الارنب في اكله بيمتاز قوي فعلا، انه بياكل حاجتين اتنين اكتر حاجه بياكلها هو وبتبقى تمام التمام، ايه هي؟ بياكل الحشائش الخضراء، الحشيش الاخضر، وبياكل العيش. شفتوا نزيه ازاي الارنب؟ تمام. ادي معانا الارنبه الجميله. عملنا الاول نشوف البقيه الجرنيه بتاعنا اللي احنا اتكلمنا عليه، عباره عن ايه البقيه الجرنيه ده؟ الاستوك اللي هنعمل منه الرز، وهنعمل منه الايه ايه تاني شوربه الارانب، وهنعمل منه الملوخيه. عباره عن ايه ده؟ هزود حبه ميه كده الاول لكم هنعمل ايه. عباره عن ميه،
وجزر وبصل وكرفس وفلفل وورق لورا وقرفه، ممكن حبهان. تمام، هو ده الاستوك الجميل بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. تمام اهو، واحده واحده كده ابدا اعمل ايه عشان اكسب وقت، اجيب الارنبه الجميله بتاعتي كده اللي معايا اهو. لا تعالي كده بقى، احنا دلعناكي بكفايه اهو، دلعناكي كده كفايه قوي، تعالي بقى معانا. تمام، الى هنا اوسع بقى كده الدنيا امامي اهو، شايفين هنعمل ايه كده. تمام، الطبق ده الجميل ده هنا اهو، انزل دير كده وقطع اهو كده، نفس التقطيع نفس التقطيع اهو. تمام، اتنين، انزل ادير ملوخيه بالقرب وانا بقطع كده، اتكلم عادي اسيب ده ايه زي ما هي، يبقى قطعت الظهر اتنين واسيب زي ما هي كده اهو، زي ما هي كده عشان اعمل بيه منظر جميل. هتعمل ايه يا شيف دلوقتي؟ اروح على الشرب ده، ده واحد سوا النبيلة. تمام تمام، نغطي بقى. تغلي بايه بقى بعد كده؟ هتجهز بايه بقى يا شيف؟ انا عندي النهارده هعمل رز. تمام، هتعمل رز اكيد طبعا، طالما في ارانب بيبقى في رز، بس الرز النهارده هنعمله بحاجه يعني ايه، طريقه حلوه قوي هتشوفوها وتعجب حضراتكم ان شاء الله، تخلي الواحد ياكل على طول. تمام ماشي، ادي الرز معانا والشعريه الجميله، نجيب حله. تمام، ادي الحله الجميله بتاعتنا، نحط فيها الميه الدهن، الماده الدهنيه زيت اهو. تمام تمام كده، ادي الماده الدهنيه بتاعتنا الجميله. تسخن هنزل بالشعريه، ولكن قبل ما تسخن اجيب طعام صغيره، طاسه كده صغيره، لا وليكن دي اصغر، ده النار عندي اظبطها. ايه الملوخيه؟ لا مش هعمل طشره الملوخيه دلوقتي، هوريكم ملوخيه مختلفه تماما عن اللي انتوا عارفينها. تمام، هحط كده اهو ماده دهن سخن مع سين زيتون اهو. تمام، مع حبه كزبره ناشفين. تمام، البهارات بتاعتنا الجميله، حبه كزبره وكمون. ماشي، ادي الكمون ده كله على ايه؟ على الطاسه الصغيره بتاعتنا الجميله دي اهو. تمام، مع الكزبره الناشفه اهي. تمام تمام كده، زي الفل كده، زي الفل زي الفل يا ست الكل. هجيب معلقه كده صغنونه معايا كده، دي كلها صغنونه حلوه دي تمشي. ماشي اهي، كان كده معانا. ماشي، تسخن اسخني براحتك، نروح للزيت بتاعنا الجميل، ننزل بالشعريه بعد ما سخن اهو. تمام، ننزل بالشعريه بتاعتنا الجميله ونقلب وندردش مع بعض. تمام، انت هتعمل ايه كده في الخلطه اللي انت عملتها دي؟ الزيت والثوم الجميل بتاع شيء، حمر بس كده الشعريه، معانا الارنب على النار اهو، يا دوب كده خلاص، هو بياخد قلبتين ثلاثه ويبقى استوى وزي الفل اهو. تمام تمام كده، احنا هنا الشعريه على النار، وهنا بدات تسخن معايا هنا كده اهو، والريحه تطلع معايا. يا جماله يا جماله اهو، ده الخضار المشكل بتاع الرز. تمام اهو، ده الخضار ايه، جزر، فاصوليا خضراء، بسله، اي خضار مشكل يا ست الكل معاك يمشي الحال، فاصوليا خضراء ماشي، بسله ماشي، جزر ماشي، اللي انت عايزاه اهو. شايفين بعد كده معايا واحد اهو كده على النار كده، هو طبعا انا سلقه نص سلقه عشان يبقى جاهز للاكل اهو كده، ياخد الريحه ايه، الريحه الجميله اللي معايا. تقلب بس كده قلبه، اخد بالي منه كده اهو، قلبه كده صغيره، شايفين انا هعمل ايه اهو. تمام، التكنيك الصحيه الجميل الفريش كده، هو ده جنزبيل فريش. لازم نمتاز عن الاخرين بحاجه جديده، ادي الشعريه معايا اهي، قلبت كده الشعريه الجميله اهو. تمام، ادي سنه كاري النهارده مع الرز بتاعنا الجميل عشان ايه
اغير كده الرز الابيض وتبقى سفرتنا ايه جميله وحلوه وزي الفل. يلا كده يا شعريه شد حيلك معانا عشان الوقت اهو. ادي الجنزبيل وادي الثوم بالكزبره بالكمون وكده خلاص شوحت انا الدنيا دي بتاعتي كده الدنيا معايا جميله اهو انا ماشي واحده واحده معاك. خلاص دي كده خلاص هي ده هو ده كده جاي معايا مش هروح بعيد بيك. ده ايه ده انا اقول كده نظبط نظبط في النور بقى هنا اللي مش عايزينها. طب ما نزلناش من قدر الارانب لا الملوخيه بالارانب صح ماشي معاك تمام. احنا كده معانا الملوخيه اهي شايفين النار اهو حبيبي تمام. خلينا بس دقيقه واحده كده ادي الشعريه وادي اللي هنختلف بيها ايه قلنا ايه التوم اهو اهو تمام. ادي تكه التوم معانا الرز الجميل معانا تمام كده يا سلام يا جمال اهو حلوه كده يا دنيتك يا شيف الدنيا معاك حلوه وزي الفل يا شيف زي الفل طبعا عشان انا بقدم لكم اكلات جميله للناس الجميله هو الكلام وهو ده الشغل. الشعريه معانا عامله ايه سلام. الرز طبعا اتفقنا ان احنا هنعمل فيه ايه مش هنحط عليه الميه بتاعته ايه لما يسخن لازم يسخن الرز. عندنا الاستوك جاهز وعندنا الحله الجميله الصغننه دي بتاع الملوخيه نجيب اكبر شويه ماشي اهي تمام. شوفوا بقى ايه طريقه الملوخيه. طبعا الملوخيه معروفه ميه اللي هو الاستوك الشوربه والثوم اللي هي الطشه لكن انا هختلف شويه في طريقه الطشه. نعمل الملوخيه الاول وبعد كده ايه بنيجي عاملين الطشه في الاخر ونظبطها ونعملها. لا احنا تعالوا بقى نبدا من الاخر للاول. بمعنى ازاي؟ انا جبت الحله حطيتها كده على النار هحط الماده الدهنيه بتاعتي تكون خفيفه جدا جدا اهو. الملوخيه ما بتحبش ماده دهنيه عاليه ماشي. مقاديرها ايه؟ مقاديرها بسيطه وسهله جدا. ننزل بمقاديرها ماشي. عندي نص كيلو ملوخيه وعندي الاستوك الميه بتاعتي بتاع الشوربه الجميله تمام وعندي التوم وعندي الكزبره الجميله بتاعتي والخل اهو. انا كده حطيت ايه الماده الدهنيه وحطيت معلقه التوم دي اهو شايفين معلقه التوم دي هو ده الجمال اهو تمام. هقلب كده التوم شايفين الجمال التوم مع الكزبره تمام وننزل بمقادير الملوخيه تمام وكده الكزبره معايا هو ده التوم مع الكزبره تمام تمام اهو وانزل بايه والمقادير امام حضراتكم على الشاشه الملوخيه بالارانب شايفين التكه دي انا هبعدها على النار لما اقول المقادير. المقادير عندنا عدد واحد ارنب عندنا ايه نص كيلو ملوخيه عندنا ملح عندنا كمون عندنا فلفل عندنا توم عندنا كزبره عندنا خل عندنا زيت كل دي كل المقادير يا جماعه اللي احنا عايزينها. وخليكم معايا كده بسرعه انا كده حطيت ايه التومه الجميله بتاعتنا مع الكزبره تمام اهو. احنا متعودين بقى ان احنا بنطفي ايه بالستوك بتاعنا لا هنغير كده الدنيا اهو نبدا من حيث انتهينا اهو شايفين الجمال هطفي بقى كده بايه سنه الخل معايا اهو. ليه بقى فاكرين لما قلنا شايفين انا كده الغطا اهو معايا تمام فاكرين لما قلنا الملوخيه ما تسودش يبقى ما نغطيهاش بعد ما نحط الطشه بتاعتها تمام. ولكن انا عايز احتفظ بالطشه الجميله بتاعتي ولو حطيت الطشه بعد ما الملوخيه اتعملت هتسود معايا يبقى انا كده بنزل بالخل اهو في البدايه بعمل الطشه الاول مع العيش الملوخيه شايفين اول ما البخار يبدا يطلع اهو تمام كده هو ده السر هو ده سر جمال الملوخيه معانا تمام. لكن عملنا الملوخيه اهو دقيقتين ثلاثه كده اهو ارفعها كده من على النار عشان ما تتحرقش معايا لا بقى تحتفظ بتاعتها كده دقيقه واحده اكون انا الملوخيه واكون جاهز بالستوك عندي اهو شايفين تمام. نرجع كده على النار خلاص وادي الستوك وكده عملنا الملوخيه الجميله بالارانب اهو خلاص كده انا خدت الايه الاساس بتاعي اللي انا عايزه اهو.
من البوكيه ده زرايا يا جماعه الطماطم كلها يعني وهيقوم وزي الفل. خلاص هي كده المفتاح، لان انا عندي النار هنا هاخد وقت ايه لما تطفي بتبقى الحاجه سخنه، وانا هنزل ادي الملوخيه بتاعتي وانا بنزل بقلب شايفين. لا عملنا الملوخيه راح ولا اجل ولا هتنزل ولا هتسقط ولا اهو هي شايفين الملوخيه بتاعتنا، خليها كده على السخون النار الهاديه تمام. اظبط بقى الملح لان انا دايما ايه بخلي الدنيا معايا يعني قليله في الملح شويه، نظبط الملح بتاعنا اهو ادي الملح ست الكل كده خلاص. وبهاراتنا الجميله اتحطت، كزبره في الاول والدنيا معانا حلوه وزي الفل تمام. اروح للرز بتاع الجميل، اتفقنا ان احنا مش هنغطي الملوخيه، اشيل بس ده هنا كده اقلب الرز بتاعي اهو من الرز معاه يا جماعه حركاته يا دنيتك يا شيف اللي حلوه وزي الفل اهو. انتوا شايفين كده اهو سخن وبقى معايا حلو وزي الفل اهو. ابدا بقى احط الاستوك بتاعي شوربه الارنب الجميله، شايفين فين القوام، جزرايه جت معايا من البكوه، جرن صلايا قرية هانة كله ده تمام زي الفل، هيبقى معايا في الرز هيديني تيست عالي. هو ده طبعا مطلوب النهارده منا اوردر شوربه بالارانب هنعمله لحبيبنا تمام تمام شايفين اوردر يا عم امال ايه تمام شايفين كده. زود كده ميه الرز الجميله بتاعتنا اهو وكده انتهينا من حاجه ولا ايه يا استاذنا. طيب اهو اقلب اهو تفضل خضره بقوامها الجميل المتماسك اهو تمام. اركنك بقى كده يا ست الكل، حط ده كده الارانب عندي طابت، الارانب الجميله كده طابت يا جماعه يا حلوين. خلاص خلي الملوخيه هنا برضه اتفقنا انا مش هنغطي الملوخيه وكده نزل الارانب وكده تمام اهو ادينا زي الفل. نيجي بقى ايه نحمر الارنب، نحمر الارنب تمام ماشي تمام كده. نوطي هنا نعلي هنا ماشي 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 تمام كده. المادة الدهنية بتاعتنا الجميلة اهي تمام. هحمر بقى بطريقة كده حلوة يا جماعة هتعجبكم ان شاء الله. محتاج بس ايه زيت تاني اهو حتة حلوة كده هتعجبكم. عبال ما الزيت يسخن هقطع فلفل عشان يديني نكهة جميلة مع التوم اهو تمام. اجيب كده ايه كم قرن فلفل معايا ده نقطع حاجتنا الجميلة دي تمام كده كده ماشي على البتاع ده في بيتك يا سيدي. انا طالع بعلم ازاي تغير وتبدع بتاعي الجميلة فحل المقادير ما تحجميش نفسي المقادير ماشي حاضر تمام ماشي. ننضف كده اهو الدنيا كده ونمسح كده اهوت اهو تمام كده يا جماعه. فكره بسيطه وسهله موضوع الفلفل الدرمي اهو حاجه بسيطه هيديني ايه معايا عالي قوي وانا بحمر الارنب اهو شايفين اهو
كده عايز اجي هنا كده قدام الساده المشاهدين، نجيب طبق كبير كده نطلع عليه الارنب بتاعنا الجميل اهو كده. فين المسك اهو؟ ادي الارانب الجميله بتاعتنا اهي. تمام، زي الفل يا باشا. نرجع كده تاني، وادي الجمال بتاعنا اهو. تمام كده، ادي السنز التوم اللي هيديني الطعم الجميل. تمام تمام، واحده واحده بقى كده مع بعض اهي. نبدا كده ننزل بالزيت كده الجميل ده اهو. تمام، ودي كده تمام اهو كده. بنحمر بطريقة بسيطة وسهلة. بس انا بحمر ادي ايه، خلي دي كده ايه، عايزينها مسلوقة معانا. عايز ادي تيست كده عالي معايا، طالما سنة الجنزبيل الفريش نستخدم بقى ايه في التحمير، جنزبيل بودر. شايفين التيست العالي ده؟ تمام كده بنحمر ونظبط خضار اهو كده مع بعض. شوف اللي في الفرن الاول الطاجن اخباره ايه. نشوف الطاجن اخباره ايه اهو. بدا يا جماعه يدلي الصوص الجميل، الميه الجميله، والسنز اللي انا عايزه، والجمال اللي بيطلع، ويتوب الدنيا معاه حلوه وزي الفل. ماشي الحال، ماشي الحال يا جماعه اهو. ادي الرز خلاص دخل على السواء اهو، شايفين الجمال اهو. الرز بقى كده ايه، اديله بقى الكاري بتاعه اهو، الكاري الجميل، عشان لما اقلبه يديني لون كده ايه يتغير سنة. اهو كده اهو كده الدنيا تمام. ما يتقلب بقى، هتشوفوا الدنيا هتمشي معاه ازاي. نشيل الدنيا بقى كده، ماشي ماشي. نشوف كده عايز اللدعة دي بقى. ليه دايما يا جماعة بيتاكل وهو ايه مش مقروص عليه في التحمير قوي؟ شايفين هي دي اللدعة، بس ايه بسيطة الجميلة دي. تمام تمام اجيب بقى كده ايه طبقنا الجميل اللي هنقدم فيه اول حاجة الشوربة. أولى الشوربة الجميلة. ماشي الحال وماشي الدنيا مع الفل كده. أجيب هنا إيه، نبدأ بإيه، نغرف ملوخية. ماشي، خليها بولة ملوخية أهو. شايفين الملوخية انا غرفت الملوخيه، واجي لك هذا لحد هنا اهو. زي بقى يا جماعه اي حاجه، شرائح طماطم كده، شرائح ليمون، الجرنشه بقى بتاعتي، الذوق بتاعي اهو. تمام اهو حاجه كده للي بيحب الملوخيه بالليمون. بدلع لكم الملوخيه اهي. تمام، اوسع بقى كده. ايه رايكم في دلع الملوخيه بقى ده النهارده؟ تمام كده تمام. عايزين ايه تاني؟ جميله تاني عشان اقدم فيها شوربه. شوربه اهو، ادي الطبق كمان. تيجي هنا كده. طب ونغرف قريب هنا كده. ماشي، ادي الشوربه الجميله، شوربه العنب الجميله. شايفين بقى هي الشوربه الجميله بتاعتي اهي.
وادي منها ايه البقيه الجرنيه الجميل، معاها فلفل وبصل وجزر، دي صحية جدا يا جماعة. اهو ادي الشوربة بتاعتنا الجميلة. مش هنروح بعيد، ادي البصل المسلوق معانا والفلفل الحلوة كده. وعشان ايه كده، ايه دي الحتة المسلوقة كده زي تمام كده، وده هغرف عليه حبة الأرانب اهو. بس كده اهو كده زي الفل اهو. شوف بقى الرز اخباره ايه، نقلب ونرجع مع بعض. خلي ده هنا كده وجرنشه اهو برضو معايا شرائح طماطم كده تكسر لي ايه الدنيا. ليمون تمام كده تمام. تمام اقلب كده الرز واغرف فيه يا جماعه. اهو هياخد اللون الجميل بتاعنا، شايفين بقى كده الجمال اهو. خلاص كده هنا نبدا بقى ايه لمست الكركم في الاخر قبل ما اغرف عشان تحس ايه الكاري الكاري في الاخر عشان تحس ان الرز فيه رزايه بيضه وفيه رزايه. ماشي اغرف كده واحنا مع بعض. نجيب حاجه نجيب بيها، دي ارضيه هعملها عندي للرز للارنب اللي هقدمه. دي حاجه خفيفه كده عشان افرد عليها الارنب الجميل بتاعي اهو. اديني دقيقه بس. تمام تمام كده، ده الصوص كده، عايز حبه الفلفل دول كده. اغرب بس نوع الرز التاني معلش، معايا اقل من دقيقه. ارجع بده كده، ارجع بده كده، اقدم ده كده تمام. وعندي الطبق التاني اللي انا مجهزه، اين هو؟ فينك فينك فينك؟ ماشي يا استاذنا. خلاص كده مفيش دقيقة تاني. خلاص كده انتهينا من حلقتنا النهارده، ولكن كان باقي معانا لسه الرز بالبسلة ما غرفناهوش، هو جاهز ولكن وقتها، ولكن كده وقتنا انتهى. معلش هو يتغرف بطريقة كده جميلة كان نفسي اوريها لكم، بس معلش الوقت انتهى. وكده وصلنا لنهاية حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معانا خضار بطريقه بسيطه جديده يا موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم، نتعلم اكله جديده وطرق تقديم وياكم. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده ساعة شهية.